وبس. خلي انتعاشك طبيعي يا لذيذ يا رايق. خليك في احسن حالتك مع نسلك. أنواع الرجيم كتيرة ومختلفة، وناس تجرب وتخس وناس تفضل تجرب وما تنزلش، من رجيم كيميائي لرجيم الشوربة والامتناع عن السكريات وغيرهم كتير. والتفاح يوم كامل مثلا أو الموز والحاجات اللي زي كده بس ما قدرتش عليها يعني. الرجيم الكيميائي اللي هو الفاكهة نوع فاكهة واحد خلال 3 أيام، يعني الموز التفاح الكنتالوب مثلا كده، هو ده الرجيم اللي انا اعرفه او مارسته. قله الاكل، قله العشاء. يعني انا عن نفسي بايد رجيم معين، انك تقنني تاكلي كل حاجه وتقنني، وبالتالي هتخسي وعلى تدريج. احسن ما تخسي برجيم وترجعي يعني وزنك اللي انت هتخسيه في فتره قريبه هترجعي اكتر تاني. في ناس بتمشي على الرجيم اللي هو فيه فاكهه وخضروات وممكن يقلل من الاكل وممكن ما ياكلش العيش خالص، الرز المكرونه ده يمنعهم من الرجيم. بس الغذاء المتوازن السليم القليل السعرات مهم جدا المحافظة عليه أثناء اتباع أي رجيم، وشرب المية بانتظام يساعد بشكل أكبر في الحفاظ على الصحة والجسم، فهي ضرورية لعمليات الهضم وامتصاص الغذاء وبتساعد أكتر على الشعور بالشبع. المية والمشي هم دول أهم حاجة يعني، وبالتالي بعد كده الواحد ممكن يقدر يقلل يعني من الكميات اللي هو بياكلها حتى من غير رجيم معين، يعني من غير رجيم كيميائي، لان انا ليا يعني قرايبي جربوا كذا نوع رجيم وكده، في منهم اللي رجع تاني وفي اللي خسوا وفي اللي ما خسوش كده يعني. الميه مفيده للرجيم، احسن حاجه برضو الميه، لما تشرب ميه او حاجات سوائل كده برضو مفيده للتخسيس برضو. مهمه الميه الحياه كلها مش الرجيم بس. الميه ما اعتقدش، كتر الميه بيزود الجسم برضو. اعرف ان الميه بتذيب الدهون تقريبا، ده اللي انا اسمعه. المياس عايز تعمل رجيم تخس او حتى تدخن، عايز تحافظ على صحتك وكمان تقي جسمك من امراض كتير، كل ده بطريقه سهله وبسيطه ومهمه جدا، بس للاسف ناس كتير ما تعرفش مدى اهميتها، وهي شرب الميه، لان 8 كوبايات ميه بس في اليوم يخلوك دايما في احسن حالاتك. لمي السلامه، 90 دقيقه، قناه المحور. شكرا يا لميس، واهلا بيكم. طبعا النهارده يوم جديد وخليك في احسن حالاتك مع نسلي. الحقيقه انا استفدت جدا من التقرير اللي شفناه دلوقتي مع لميس، ولكن اكتر حاجه استفدت منها هي انه لما تيجي تتكلم في الرجيم فكلنا بقدرة قادر بنتقلب لدكاترة وأخصائيين في التغذية وفي الرجيم تحديدا، كل واحد عنده أفكار، ويا سلام ما أكتر الرجيم والرجيمات اللي الناس بتمشي عليها من غير استشارة طبيب، ده صح ولا مش صح؟ وكمان صحيح كل الرجيمات دي؟ هنعرف النهاردة يعني إيه الصح فيها وإيه الغلط من ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد أبو الغيط، سكرتير عام الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازاي حضرتك؟ كلامي صحيح ولا لا يا دكتور؟ يعني كلنا فجأة لما نيجي نتكلم على الخسية والرجيم بنبقى دكاترة. مش بس بنبقى دكاترة، ده كمان بعض الناس تهزأ بالدكاترة. أنا في تقرير مش بتاع النهاردة، بتاع برضو برنامج كنت فيه مرة، فبيسألوا المشاهدة بيقولوا لها وانت ايه رايك في الرجيم يعني ودكاتره الرجيم وكده، دكاتره ايه وبتاعيد، وده حاجه محتاجه دكاتره. هو انا عايز اقول انه في نقطتين هنا. النقطه الاولى انه انا مع حضرتك ومع بعض الناس انه ممكن نخس من غير ما نروح لدكتور، بس ساعات بيبقى لازم نروح للدكتور. يعني بعض الناس بيبقوا مثلا ما بيخسوش، بعض الناس بيبقى عندهم مشاكل صحيه، بعض الناس اللي عملوا رجيمات، بعض الناس الثانيه ممكن ده يضرهم صحيا جدا ويغمى عليهم مثلا. فاحنا علينا باننا نوجه الناس اللي مش قادره تروح للدكتور تعمل ايه، ولكن لو في مقاومه للجسم او ما بيخسوش كويس في الحاله دي لازم نستشير الدكتور. هي الحقيقه المعلومات كتير وبتكتب في الجرايد كتير، وفي العشرين سنه الاخيره كان في اهتمام قوي بالسمنه وانها مرض وكده، فناس كتير قوي قرت وعرفت.
كتير من المعلومات اللي يعرفوها مظبوطة، بس في احصائية اتعملت في امريكا قالك انه 98% من الناس اللي عاملة رجيم ماشية بطريقة غلط هناك. 98% ده يعني تقريبا الكل، يعني تقريبا الكل الا شوية صغيرين، وعدد صغير جدا هو اللي ماشي على الطريقة الصح. طبعا الفهم الخاطئ لإيه هو النجاح في الرجيم، يعني لو حضرتك لاحظتي في التقرير اللي فات ده كام مرة ذكرت كلمة رجيم كيميائي. في الطب مفيش حاجة اسمها رجيم كيميائي اصلا، اللي هو يعني النهاردة ناكل نوع واحد وبكرة نوع تاني وكده، تمام، هو ده اللي هو ده بيطلق عليه كيميائي. لكن مفيش حاجة اسمها رجيم كيميائي، لان كلمة كيميائي الناس فهمها على انه دي كيمياء بين مواد معينة، فلما بناكل كذا مع كذا وما ناكلش مع كذا يبقى في الحالة دي بنخس. ده مش صح. وبالتالي احنا اصلا الناس اللي هي عارفة او بتسمع عن الرجيم الكيميائي هو اصلا مفيش حاجة اسمها رجيم كيميائي. هي الفكرة اننا لازم نأكل الناس أكل صحي يؤدي الغرض. الغرض ده إن أنا أفقد بعض كيلوات بمعدل معين، وبعدين بعد كده لازم ننطلق إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التثبيت، أكل تاني معين بطريقة معينة إن أنا لا أخس ولا أتخن. فيبقى هنا لازم نقول إنه الغرض من النظام الغذائي هو إن أنا أوصل لوزن وحافظ عليه، مش أوصل وزن بس. الرجيم اللي بيسمى كيميائي ده بيعتمد على ان انا اخد حاجات معينة تخرج المية من الجسم. هي صحيح والمية خارج